صباحكم خيرات، ايامكم سعيده، ضلوا دائما مبسوطين ومرتاحين ويجعل ايامكم دائما خير. اليوم الاربعاء 7 آب، تمنياتي لكم بالسعاده. طبعا كواكبنا ما زالت في اماكنها، مثل ما قلنا المشتري لسه عم بيراوح مكانه، التقدم على كل الاحوال، وبالمجمل انا بسميه عم يتقدم، لانه بالنتيجه اكيد انه متبطل ووقف تراجع، عم بيراوح مكانه ليبل باشر تقدم، فهو اقرب للتقدم من التراجع. عموما في برج القوس اكيد يعني بلشت الامور تتحسن قليلا، للجوزاء، للعذراء، للحوت، الامور رايحه باتجاه الافضل. عطارد ما زال في برج السرطان، طبعا لسه بعض التحذيرات لمولود برج الحمل والجدي. اليوم بالذات طبعا امور افضل، بس بالمجمل عم بحكي كشهر لسه الامور ما كتير مريحه ليدخل عطارد لبرج الاسد، لنقول انه بلشت الراحه عند مولود برج الحمل او عند مولود برج الجدي. ما زالت الزهره والمريخ في برج الأسد، هذا عم بيخلي مواليد برج الثور، العقرب، الدلو يحتاجوا لقليل من الدعم، ولازم ينتبهوا شوي صحيا. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، لليوم في فرص سعيدة ليرتب أموره مع أصدقاء، مع زملاء، بقصص مالية، بقصص معنوية. اليوم يقدم مساعدات لمن حوله، عنده قدرة على التسامح والغفران، عم بيفكر يعمل تسوية أو فض خلاف أو مثل ما قلنا مصالحة أو قصة العلاقة هيك بالإيجابيات. اليوم أكثر إيجابية، وعنده على فكرة 4 أيام مولود برج الحمل، فيهم مدح، فيهم دعم، فيهم قصص للحلول. مولود برج الثور اللي حاطه ببالك اليوم بالغالب ما رح يزبط مثل ما أنت بدك. ما بعرف اليوم التأجيل لمواعيد أنت حاطت أمل عليها، أو شوي معصب، أو محتاج تكون أنت أكثر واقعية، أكثر تفاهم. اليوم بده شوية مرونة مولود برج الثور. طبعا هو وقت اللي بيمسك العناد ما بيعود بيتراجع عن القصة اللي قال عليها، لا اليوم بقى بالذات يعني اليوم ممكن هذا العناد يدخلك بنزاعات لست تحتاجها. حاسس انه في قيد اليوم التف، خاصة لو كنت من ورد العشرية الأولى، في قيد التف على بعض الأمور المستعجلة لترجع لورا بالغالب، أو لما تزبط مثل ما أنت بدك. أي شيء له علاقة بوعود، بأوراق، يعني ممكن يكون يحمل بعض المضايقات. هلأ أنا برأيي كل هذا رح ينحل يعني بالقطع، بس الشيء اللي بحاجة نبهك عليه فعلياً هو الأمور الصحية عموماً. في أفكار سلبية عند مولود برج السرطان اليوم، ضايق خلقه لأنه عم ينسى اليوم يرتاح أو يهدى. اليوم عنده 100,000 قصة، والحقيقة طاقته لازمته اليوم لإنجاز بعض الأعمال المهمة، ومحتاج لشوية ترشيد لهي الطاقة. لكن طاقته اليوم عم بتروح بين عائلة، بين زيارات، بين طوارئ. إذا كنت أصغر عمراً ممكن عم بيروح على أشياء على النت وعم تنسى الأشياء الضرورية. حاول تتعاون مولود برج السرطان مع محيطك بلطف، في عندك التزامات ضرورية لا تقصر فيها. مولود برج الأسد، اليوم الأمور بالنسبة لك جيدة جداً، سواء كان بعلاقات أو باستقرار أو بترتيب لبعض الأمور، وعم يكثر تفاؤلك وعم تكثر إنجازاتك. اليوم الحقيقة بالذات يعني ممكن يكون في بعض المضايقات على الصعيد العائلي أو الصحي، الأمور ليست بالمجمل في أفضل حالاتها، يعني ناقصك شوية تفاهم مع الناس اللي حواليك. يعني اليوم في نوع من أنواع البرود أو الجفا لمولود برج الأسد. مولود برج العذراء هو اليوم نشيط يخزي العين، للعلاقات، للحلول، للدعم، للحركة، للنشاط، نازل عسوق، عنده زيارة أو تواصل أو حدث مميز أو زيارات أو أعمال. اليوم يوم فيه هيك الناس اللي حواليك، محيطك، عم ياخدوا حيز من اهتمامك. مولود برج الميزان غالباً عم تناقش ببعض الأمور المالية، وما بعرف إذا جايك هدية عم تفرح فيها ولا أنت مرح حيوي عم تقبض عم تدفع في أموال على كل بهذا الشهر، وهذا عم بيقلل من أعبائك عموماً. رغم أنه أنا ما بعتبرك مستني الأفضل عموماً مالياً، بس الأكيد بتمر بعض الأيام الإيجابية. يعني هاي الفترات الزهرة والمريخ في برج الأسد عم بيخدي الشهر هذا كله لألك جيد جداً، بس يعني هذا لا يعني إسراف أكثر مما يجب لكي لا تندم على إسرافك. مولود برج العقرب اليوم للخيارات والقرارات، وما بعرف إذا عم تفكر بتغيير بشكلك أو عندك روح مقاتلة مناضلة. أنت أكثر نشاطاً، عم تمتلك الرغبة بالجديد وتحتاج لذكائك عموماً. أيادي كأنها عم ترفعك اليوم مولود برج العقرب لتحطك بموقعك المناسب لألك على الأقل، لتكون مرتاح ولتكون عندك طاقة إيجابية. مولود برج القوس الحقيقة اليوم كسول أو ضايق خلقك أو ما كتير مبسوط بما يحصل حولك.
بالمجمل ممكن تألمك الذكريات اليوم وتقول يا ريتني هي القصة عملتها، يا ريتني ما عملتها، يا ريتني. يعني اليوم يوم فيه تشكيك أو غيرة أو حكي على بعض الأمور المهمة لألك، حاول تعترف بأخطائك. إذا بدك نصيحتي للجد، يا عود مع شخص له لك أنت ثقة فيه، عود احكي له من شو عم بتعاني أو شو اللي عم بيضايقك، أو عود مع شخص عنده طاقة إيجابية، لأنه أحياناً بيكون عنا يعني أشخاص حوالينا عندهم طاقة سلبية بيودونا إياها، وهذا اللي مو لازمك اليوم. مولود برج القوس، مولود برج الجدي، اليوم الأمور بقى جيدة جداً وخاصة على المستوى الاجتماعي. أنت في قلب التجمعات المرحة، عاطفي شاعري على غير العادة، عم بيلم الشمل بينه وبين الناس اللي حواليه، عنده لقاءات مع أصدقاء أو محبين أو نشاطات اجتماعية، أو عم يفتح أبوابه للقاءات عاطفية شخصية مناسبات. يوم أنت مليان أو مليء بالوعود. مولود برج الدلو، لست في أفضل حالاتك اليوم. يوم ممكن يكون فيه صدامات مع الناس اللي حواليك، ويمكن تغضبك أشياء ما بتعنيك، كلمة تنقل على لسانك، قصة أنت مانك حاكية، نقاشات عنيدة، آراء مو كتير محسوبة، خلافات أو انقلابات مفاجئة. نازل فينا أفأف اليوم مولود برج الدلو، وصوته أعلى من المعتاد على أي قصة صغيرة أنا برأيي بتقدر تتجاوزها. مولود برج الحوت، اليوم في فرصة أو ظرف لتسافر، يمكن لتكون مبسوط بمن حوله، لتستقبل ضيوف. يعني اليوم فيه عواطف، رغبات، محبة، دعم، مقابلات أو حتى حظوظ مساعدة. اليوم يوم جيد بالنسبة لك مولود برج الحوت، خاصة لو وضحت مواقفك. يعني أنا برأيي أنه حاول تحكي اليوم وتناقش أو تسمع آراء الآخرين، لأن الحظوظ مساعدة لك. خليني عايد مولود اليوم وأتمنى له السعادة. لا يحب الشجارات مولود اليوم، شخص عنده تجمعات مرحة، محب دائما للحميمية، للصداقات، كريم بماله، كريم بمواقفه، بحب يعطيك وبدون ما يسألك حتى، خاصة إذا كنت محتاج. شخص بحب البزخ على كل الأحوال، البزخ اللي هيك يعني له علاقة بالاستعراض، روح قلبه لفت النظر عموما، أو هاي السفر، أو بيعرف كيف يكون عمله منتج، بيعرف يجيب مصاري، بيعرف يتقدم بعمله بنجاح. نار الطباع وكتلة مشتعلة من الحماس عموما. مزاجي لا يستقر على قرار. السنة لقاله ليس أفضل من هذا الأشهر القادمة اللي بعد العيد، خاصة عطارد عم يمنحك مال سفر أو عائدات بالنسبة لك، أو قصص العلاقة بعقد جديد، بداية جديدة. غالبا الشهرين ثلاثة القادمين عم بتغير حياتك أو مصيرك باتجاه الأفضل حتى على الصعيد العاطفي. هاي فترات أغلب مواليد برج الأسد نجمون عم يلمع بوجود الزهرة في برجون، عم بيخليهم أحلى وأجمل، ويمكن يكون في شيء قصة عاطفية جيدة تخلق بهاي الفترات إذا بعد ما عندك. على كل، يسعد صباحكم وتضلوا دائما بخير.